يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي وكل بدعة ضلالة. فعلى غير عادتنا من يوم الأربعاء، إذ المعتاد عندنا أن يكون الدرس في شرح أحاديث كتاب رياض الصالحين، ولكن بمناسبة قرب عيد الأضحى فيحسن بنا أن نتذاكر فيما بيننا ما يتعلق بأحكام الأضاحي. وقد أمر الله جل وعلا عباده أن يعبدوه على بصيرة، إخلاصا له جل وعلا وعلى وفق ما شرعه سبحانه وتعالى، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتحصيل العلم وطلبه، وهذا العلم الذي أمر به صلى الله عليه وسلم منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية. ومن فروض العين ما يتعلق بالمكلف نفسه حيث يقوم به، ولذلك نقل غير واحد من العلماء أنه مما وقع عليه الإجماع أنه لا يجوز للمسلم أن يقدم على عمل ما حتى يعرف حكم الله فيه، أي أن يطلب أحكامه. ولهذا يجب على المسلم أن يتعلم ما يتعين في حقه، ومن ذلك الأضحية، فهي مما تتعلق بأعيان الناس، ولذلك يجب في من تتعلق بعينه أن يعرف أحكامها، يجب عليه وجوبا عينيا، ومن لم تتعلق به أحكامها فالحكم في حقه كفائيا، إما وجوبا وإما استحبابا. والعادة أننا نذكر بهذه الأحكام التي يطيب لكثير من أهل العلم أن يسميها أحكام المناسبات، أي إذا ناسب الوقت لعمل معين من أعمال الشرع فينبغي لمن يعلم الناس الخير ويوجههم أن يذكر نفسه أولاً ويذكر إخوانه بمثل هذه الأحكام. وكوننا على مقربة من عيد الأضحى فإننا نذكر بما يتعلق بالأضحية، وإن كان المفترض أن تتقدم هذه الدروس قبل أيام كثيرة، ولكن يعني تعلمون سبب الامتناع من التدريس عندكم. نعم، فإذا نتذاكر هذه الأحكام، أحكام الأضاحي، ومن باب الاختصار وضيق الوقت اخترت أن أعلق على
أحاديث بلوغ المرام على أحاديث باب الأضاحي من بلوغ المرام، وهي 7 أحاديث أو 8 أحاديث ذكر صاحب بلوغ المرام في هذا الباب 8 أحاديث. فإذا الكتاب المختار بلوغ المرام من أحاديث الأحكام، بلوغ المرام من أحاديث الأحكام للحافظ أبي الفضل أحمد ابن علي ابن حجر العسقلاني أصلا، والمصري منزلا وسكنها، فأصله من عسقلان بفلسطين، وارتحلوا إلى مصر فأقام بها وأتم طلبه للعلم وجلوسه للتدريس والتعليم بمصر، اشتهر بها وكان بالقاهرة رحمة الله عليه، وكانت له رحلات في تحصيل العلم إلى الشام وإلى أرض الحجاز وغيرها. وولادته أو يعني من مشايخه الإمام ابن الملقن والبلقيني والحافظ العراقي وغيرهم، والإمام الهيثمي وغيرهم. ومن تلامذته أيضا كثر كأبي زرع ابن العراقي ابن شيخه، وكذلك الإمام السخاوي وغيرهم، وله كتب كثيرة، ومن أشهرها فتح الباري، فتح الباري في شرح صحيح البخاري، حتى أن بعض العلماء قال كان صحيح البخاري دينا على الأمة الإسلامية فقضاه ابن حجر، يعني أن صحيح البخاري كان دينا على الأمة في التولي شرح هذا الحديث، هذا الكتاب اللي هو البخاري، أن يتولى أحد العلماء شرحه شرحا يليق بمنزلته، وإن كان شرحه كثر، ومن أوائل من شرحه علماء من علماء المالكية كالإمام الداودي وكذلك الإمام ابن بطال وغيرهم، ولكن كانوا يقالوا لا يزال دينا، حتى جاء الحافظ بن حجر في القرن نهاية 8 ووسط 9 فشرح الكتاب صحيح البخاري، وبقي في شرحه 17 سنة أو 25 سنة وهو يشرحه رحمه الله تعالى. هذا من أشهر كتبه، وله كتب أخرى كثيرة وأكثرها في الحديث، إما في المصطلح وإما في شروح الحديث، وله كتب أيضا في تخريج الحديث وفي كتب في علم الرجال والجرح والتعديل في كتب العلل وفي أجزاء حديثية ومسائل فقهية وغيرها. ومن كتبه بلوغ المرام من أحاديث الأحكام، وهذا نوع من أنواع العلوم أو التآليف، وهو التأليف في أحاديث الأحكام، أي الأحاديث التي يستنبط منها الأحكام الشرعية. وكتابه هذا بلوغ المرام كتاب نافع جدا، فقد اقتصر فيه على واجتهد في أن يذكر فيه ما صح، واجتهد في انتقاء الأحاديث، ويتكلم عن الأحاديث تصحيحا وتعديلا وجرحا تصحيحا وتضعيفا وجرحا وتعديلا، ويجتهد في أن ينتقي من الصحيحين ثم ما بعدهما، ويشير إلى الضعف وأسبابه،
ويحاول أن يقتصر من الحديث على وجه الشاهد، ويذكر للحديث المتابعات والشواهد، ويرتب الحديث على أبواب الفقه تسهيلاً للطالب، فيربط الباب الفقهي بأدلته، كما أنه ختمه بجملة من الأحاديث في الأخلاق الحسنة التي ينبغي التحلي بها والسيئة التي يجب اجتنابها، وكتاب جامع وفي الذكر والأدعية والأذكار، وكتاب في الآداب والصلة، فهو كتاب غاية في النفع، والعلماء ينصحون بحفظه في المسيرة العلمية. نعم. واشتهر الحافظ بن حجر، وكانت وفاته سنة 52 و800 من الهجرة رضي الله تعالى عنه وارضاه، وجزاه عن الإسلام والمسلمين وعنا خير الجزاء. باب الأضاحي. باب الأضاحي، من العلماء من يذكره بعد أحكام الحج، وعلى هذا درج المالكية. المالكية يذكرون في كتب الأحاديث والفقه، يذكرون الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج، وإذا جاءوا إلى الحج فإنه يذكرون في آخره ما يتعلق بالهدايا، الهدي، ولما جاء ذكر الهدي تبعوه بذكر ماذا؟ بذكر أحكام الذبائح وما يتعلق بها، فذكروا أو يذكرون الأضاحي، ويذكرون العقيقة، ويلحقون بها الأيمان والنذور، ثم الجهاد، وبعد ذلك كتاب المعاملات. ومن العلماء من يذكر كتاب الأضاحي في أو باب الأضاحي في كتاب الأطعمة، في كتاب الأطعمة، وهذا الذي درج عليه أكثر المذاهب الأخرى وأصحاب المؤلفات الأخرى في الحديث، كالبخاري في الصحيح مثلا وغيره، وكذلك كتب الفقه الأخرى يذكرون كتاب الأضاحي في أو باب الأضاحي في كتاب الأطعمة. وهنا الحافظ بن حجر ذكره كذلك، ذكره كذلك، فبوب بماذا؟ بكتاب الأطعمة، فذكر فيه جملة من الحديث، ثم باب الصيد وباب الذبائح، ثم باب الأضاحي، ثم باب الأضاحي، وذكر فيه 8 حديث. الأضاحي بتشديد الياء، الأضاحي بتشديد الياء، وهو جمع أضحية أو إضحية، جمع أضحية بضم الهمز أو إضحية، كسرت الهمزة تبعا للحاء، فتجمع على أضاحي، أضاحي، ويصح أن يقال ضحية وجمعها ضحايا، كعطية وعطايا، ويصح أن يقال أضحات وجمعها أضحى، كأرطات وجمعها أرطى، وسميت كذلك اشتقاقا من وقت ذبحها، فإنها تذبح أول ما تذبح ضحا، وقت الضحى، وهو بعد ارتفاع الشمس، بعد ارتفاع الشمس، فهذا أول وقت الضحى، وبه سمي العيد عيد الأضحى، فالأضحى جمع أضحات، الأضحى جمع أضحات، والأضحية مشروعة، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، قال جل وعلا: فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر، قال جمهور المفسرين أن فيه إشارة إلى صلاة عيد الأضحى والذبح بعدها، فصل لربك وانحر، فالصلاة من صلاة عيد الأضحى، والنحر إشارة إلى الأضحية.
وكذلك قوله جل وعلا وفديناه بذبح عظيم، وفديناه بذبح عظيم، فإن هذا كان إكراما ومنة من الله جل وعلا لنبيه وخليله إبراهيم لما أمره بأن يذبح ابنه فاستجاب لأمره. قال جل وعلا فلما بلغ السعي قال يا بني إني أرى، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما كلاهما واستسلما لأمر الله وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. وهذا اختبار عظيم جدا، هذا اختبار عظيم جدا وفيه فوائد عظيمة. الله جل وعلا أمر نبيه إبراهيم أن يذبح ابنه، وقد سبق في علم الله أن هذا الأمر إنما هو أمر شرعي ولا يكون كونا. الله جل وعلا أمر نبيه بأمر شرعي اذبح ابنك، ولكن الله جل وعلا يعلم أن نهاية الأمر لا يقع الذبح لأنه سيتغير الحال لما قضاه وقدره سبحانه وتعالى، لأن أمر الله أمر شرعي وأمر كوني. فقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها هذا أمر شرعي، وقوله جل وعلا إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فهذا الأمر الكوني. فهنا الله جل وعلا أمر إبراهيم بهذا الأمر الشرعي اذبح ابنك، الله جل وعلا يريد أن يختبر نبيه، ولهذا يقول العلماء أن التكاليف الشرعية هي القصد منها الاختبار والامتثال، الاختبار والامتثال أو الابتلاء والامتثال. فالابتلاء اختبار، الابتلاء اختبار يمتحن، والامتثال الاستجابة، للاستجابة. فإبراهيم ابتلي، ابتلاه الله بماذا؟ بهذا الأمر اذبح ابنك لينظر هل يمتثل أو لا، وهو أعلم سبحانه وتعالى. فامتثل إبراهيم لذبح ابنه، ولكن سبق في علم الله أن هذا لا يكون. لما باشر الذبح نزل الملك بذبح عظيم، وفديناه بذبح عظيم سمين كبير، فأخبر إبراهيم أن هذا ابتلاء وأعطي هذا العطاء ذبح عظيم يتقرب به إلى الله جل وعلا. فكانت هذه سنة عيد الأضحى وصارت في من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام والشرائع من بعد، وكانت أيضا في هذه الشريعة. وقد قال جل وعلا أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وقال جل وعلا ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وجاء في الشرع ما يدل على أن الأضحية من الشريعة، فالمشروعية يدل عليها الكتاب والسنة، أحاديث كثيرة ومنها حديث عائشة وحديث أنس وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم
كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، في رواية أفلحين وفي رواية موجوئين، هذا يدل على ذلك. ومشروعية الأضحية دل عليها السنة القولية والفعلية والتقريرية. فالقولية من قوله عليه الصلاة والسلام، من قوله لما قال من ذبح الإمام قبل الإمام عفوا من ذبح قبل الإمام فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. وقال صلى الله عليه وسلم أربع لا تجزئ في الأضاحي، وذكر الحديث. فهذا دليل مشروعية من قوله. وأما فعله فكحديث أنس وعائشة وغيره. والتقرير أن الصحابة كانوا يضحون فيقرهم ويراهم عليه الصلاة والسلام. نعم. وأجمعت الأمة على مشروعية الأضحية، وإنما اختلفوا في وجوبها، وسيأتي الكلام على ما يتعلق بوجوبها من عدمه في حديث أبي هريرة مرفوعاً، واختلف في رفع وقفه: من كان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. نعم. طيب، هذا ما يتعلق بالأضاحي. ويحسن بنا أن نذكر أننا مقبلون على العشر من ذي الحجة، هذه الأيام الفاضلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس البخاري: ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل، وفي رواية خير، في رواية أحب إلى الله، من العمل في هذه العشر. وفي رواية يعني عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بفارسه وماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. فالعشر التي نحن مقبلون عليها هذه من أفضل الأيام، أو العمل الصالح فيها أفضل منه في غيرها. والعمل الصالح هنا لم يحدد، ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل أو خير أو قال أحب إلى الله من العمل في هذه. قال: العمل الصالح، فكل ما كان من العمل الصالح يدخل: الصلاة، الصيام، الذكر، قراءة القرآن، التنفل المطلق، الصدقة، الهبة، الإعانة لغيرك، السعي على الأرملة وعلى اليتيم، إعانة ذي الحاجة، إعانة الملهوف، الصنع لمن لا يتقن الصنع، وهكذا. العمل الصالح مطلق، الإعانة على الخير، الإعانة على الأضاحي، وهكذا الصيام، كل هذه أعمال صالحة. فهذه الأعمال الصالحة في هذه العشر أفضل منها في غيرها، ما عدا شيء واحد، وهو الذي يخرج للجهاد بنفسه وماله وفرسه ولا يرجع بشيء، فهذا في الأعلى منها، هذا أعلى. فهذه العشر المقادمة ينبغي أن تغتنم ولا يغفل عنها. ثم أيضا نذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سلمة عند مسلم وغيره: إذا كان أول أو إذا كان ليلة أول ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من أظفاره ولا من شعره شيئا، وفي رواية ولا بشرته، وفي رواية
فلا يقلم أظفاره ولا يأخذ من بشرته أو قال شأنه شيئا. وهذا الحديث فيه ما يدل على أنه إذا دخل أول ليلة ذي الحجة فيمتنع على من يريد أن يضحي أن يأخذ، يمتنع. أول ليلة ذي الحجة هي ليلتنا هذه، إذا اليوم 29 للحجة، ذي القعدة، ذي القعدة. فإذا كان غدا أول ذي الحجة فقد دخلت أول ليلة، وإذا كان غدا تمام ذي القعدة فبعد مغرب يوم غد يبدأ أول أيام، أول ليلة من ليالي ذي الحجة. فإذا من كانت له نية وقصد وعازم على أن يضحي، وإن لم يشتري بعد، وإن لم يرى أن له القدرة، لكن هو عازم أنه يمكن أن يأتيه المال قريبا أو يجد من أين يستدين إذا كان له ما يرجع به، فله عزم لا يأخذ من أظفاره ولا بشرته ولا شعره شيئا. وذهب جمهور العلماء إلى أن هذا على سبيل الكراهة، وهو مذهب جمهور الفقهاء كالشافعية والمالكية، وأيضا قول عند الحنابلة. وذهب الإمام أحمد أو المشهور في المذهب عند قول عند الحنابلة وغيره من الفقهاء إلى أن هذا يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وذهب أبو حنيفة إلى الجواز وقال لا حرج ما دام يجوز له أن يتطيب وأن يلبس الثياب ما شاء وأن يجامع أهله، فلماذا يمتنع من أخذ الشعر والظفر والبشرة؟ أحاج هو؟ ليس بحاج. قال فإذا يجوز، فإذا يجوز. وقال قد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبعث بهديه يعني من المدينة إلى مكة ثم لا يمتنع من شيء يمتنع منه الحلال. فقالت هذا يدل على أنه يجوز أن يفعل ما يفعله الحلال، لكن مقصود عائشة يعني في الجملة ما يمتنع منه الحلال من لبس المخيط المحيط والجماع وأخذ الطيب. هذا حديث يدل على العموم، وهذا حديث يدل على أن الحاج إذا أرسل هديه ما دام لم يلبي فليس بمحرم، فليس إرسال الهدي يدخلك في الإحرام حتى تحرم. أما حديث أم سلمة فهو في جزئية خاص، فلذلك القول بالمنع والتحريم أقوى. فهذا تنبيه لهذين الأمرين والله أعلم. أول الحديث قال ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين ويسمي ويكبر ويضع رجله على صحافهما، وفي لفظ ذبحهما بيده، متفق عليه. وفي لفظ سمينين، ولأبي عوانة في صحيحه ثمينين، صحيح أبي عوانة هذا هو المستخرج، ومستخرجه على مسلم. ثمينين بالمثلثة بدل السين، سمينين في السمن، ثمينين في الثمن. وفي لفظ مسلم لمسلم ويقول بسم الله والله أكبر. وله أي لمسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أمر بكبش أقرن، من الذي أمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال لها يا عائشة هلم المدية
ثم قال اشحذيها بحجر، ففعلت، ثم أخذها وأخذه فأضجعه ثم ذبحه، ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، وهذا عند مسلم. طيب، هنا بعض الألفاظ نشرحها. قوله يضحي من الأضحية، وسبق الكلام عليه. كبشين مثنى الكبش، وهو ذكر الضأن، فحل الضأن، فحل الضأن في أي سن كان يقال كبش، ويجمع على أكبش وكباش، لأن الأنعام عندنا إيش؟ عندنا الغنم والبقر والإبل، والغنم عندنا الضأن والمعز، والضأن مذكره الكبش، وأنثاه ماذا؟ النعجة تسمى النخلة، والمعز عندنا التيس، والمعز أنثاه، والبقر كعندنا أيضا يعني الثور والبقرة، والإبل عندنا العرابية والبختية، أي التي لها سنامان أو لها سنام واحد، وأنثاه الناقة، ومذكره جمل. طيب، بكم شيء؟ قال أملحين. الأملح هو البياض الذي يخالطه سواد. أقرنين، أي له قرنان. ووضع رجله على صحافهما، صحافهما جمع صفحة، صفاحين أو لا عفوا جمع صفحة، وهي وجه الشيء وجانبه، والمراد عنق الكبش، عنق الكبش. قوله سمينين من السمنة، من باب أنه يختاره سمينا، وهو المشروع، لقوله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال ابن عباس فيما ذكر البخاري تعظيمها استحسانها واستثمانها، أي أن تشتريها سليمة من العيوب، مستحسنة، وتستثمنها، تختار السمين فيها. ولأبي عوانة ثمينين، أي غالي الثمن لحسنه وسمنه، لكن رواية أبي عوانة هكذا قال ابن حجر في البلوغ، لكن في فتح الباري قال ابن حجر لأبي عوانة سمينين بالسين، فهو بين كونه سمينا، ولا شك إذا كان لازم كونه سمينا مستحسنا أن يكون غاليا في الثمن، فهذا الغلاء لحسنه وسمنه، وهو ضد الغث والهزيل. ولهذا هذا الذي يشرع في الأضاحي، أن يستحسنها ويستثمنها ويستغليها، أي تكون غالية الثمن، لكن غلاء الثمن بما يناسب، بما يناسب، ما هو يجيب جرو بخمسمة، يعني كمش في حجم الجرو ويغلي ثمنه. غلاء الثمن بما يتناسب مع حسنها وسلامتها من العيوب واستثمانها وعظمتها، فهو ثمن مناسب. طيب، في حديث عائشة قال بكبش أقرن يطأ في سواد. ما معنى يطأ؟ يمشي، يعني قوائمه الأربع فيها سواد، ويبرك في سواد يعني في بطنه شيء من السواد، وينظر في سواد يعني ما حول عينيه فيه سواد. نعم، فأتي به ليضحي به، فقال لها يا عائشة هلمي هلمي. هنا فيه فائدة نحوية أو لغوية في هذا الفعل هلم، هلم، هل هو بهذا اللفظ في الجميع أو أنه يلحقه الضمير؟ تقول هلم وهلمي وهلما وهلموا،
وهل ممنى أم أنه تقول للجميع هلم لغتان؟ ها لغتان. وهذا الذي جاء في الحديث هلمي، هذا على لغة بني تميم. أما أهل الحجاز فيقولون للفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث هلم، هلم يا زيد، هلم يا زيدان، هلم يا زيود، هلم يا هند، وهكذا. فهنا تكلم صلى الله عليه وسلم بلغة بني تميم لا لغة أهل الحجاز. اشحذيها أي تشحد المدية، هي ما يذبح به السكين، آلة الذبح الشفرة. شحذها أي أن تحدها، أي أن تحدها بالمسان حتى يعني يكون الذبح بها أيسر. هذا الحديث دل على جملة من الفوائد، أولها مشروعية الأضحية من فعله صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي، وهذا مما أجمع عليه العلماء كما سبق ذكره، أنه مشروعية الأضحية. بكمشين أملحين أقرنين، فيه أيضا استحباب استحسان الأضحية واستسمانها، وأن تكون بأحسن الألوان، بأحسن الألوان، فتكون من جنس الغنم ومن نوع الذكور، وأن تكون بيضاء وبياضها ليس تاما بل يخالطه سواد، فأكثرها البياض وفيه سواد حول عينيها وفي القوائم وفي البطن، وأن تكون قرناء، وأن تكون قرناء، فهذا هو الأفضل. فأفضل الأضاحي ما هو؟ على الصحيح الغنم، ثم البقر، ثم الإبل. وبعض الفقهاء يرى أن الأفضل هو الإبل، لكن الأفضل على الصحيح الغنم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بالغنم، ودوامه على ذلك دليل على أفضلية هذا. فالأفضل هو الغنم، وهو مذهب مالك. وفي الغنم الأفضل هو الضأن الذكر، الضأن، وأفضله كامل الخلقة، سمينا، أقرا، أفلح، أفلح، تام الخلقة، ما فيش نقص، ويكون ماذا؟ أملح. شوف، في أفلح وفي أملح. الأفلح في كمال الخلقة، والأملح بياض فيه شيء من السواد، فيه شيء من السواد، هذا هو الأفضل. ثم بعد ذلك يأتي البياض التام، ثم يأتي بعد ذلك ما خالطه سواد وكان أكثره سواد، ثم بعد ذلك يأتي السواد التام. بعد هذا أنثى الضأن، أنثى الكبش، ثم ذكر المائز، ثم أنثاه، ثم البقر ذكره ثم أنثاه، ثم الإبل ذكره ثم أنثاه، هذا على الصحيح. فهذا ما يدل عليه الحديث. نعم، بكبشين أملحين أقرنين. وفيه كذلك من الفوائد أن يكون الكبش ذا قدر وعظم واستحسان وسلامة وثمن غال، أي أن يختار الإنسان أنفس الأضاحي، أنفسها وأحسنها، وأن تكون سمينة لأنها أكثر منفعة واستفادة، وهذا بحسب ما يتيسر،
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما تيسر من المال فيشتري به. ومن الفوائد أنه ماذا؟ أن من أحكام الذبح أن يسمي، أن يسمي، أن يقول بسم الله، أن يقول ماذا؟ بسم الله. والتسمية على الذبح واجبة مع الذكر والقدرة، يعني إذا نسي فذبيحته صحيحة، أما إذا تعمد ترك التسمية فلا يجوز، ولا يجوز أكل لكن من هذه الذبيحة. قال: ويسمي ويكبر، بسم الله الله أكبر. نعم. واختيار الأضحية في سمن وسلامة واستحسان هذا من تعظيم شائر الله كما ذكرنا في الآية: ذلك ومن يعظم شائر الله فإنه من تقوى القلوب. قال ابن عباس: تعظيمها استسمانها واستحسانها. نعم. والأضحية أيضا تعتبر من الأعمال الصالحة، فهي تدخل في الحديث: ما من أيام العمل الصالح فيها، العمل الصالح فيها أحب وخير وأفضل في رواية عند الله جل وعلا من هذه. فالأضحية من الأعمال الصالحة التي تدخل في هذا الحديث، في هذا الحديث. نعم. وفيه أنه يشرع القول في الذبح بسم الله، وأيضا الله أكبر، بسم الله الله أكبر، وله أن يزيد: اللهم منك ولك، اللهم منك ولك، ويزيد: اللهم تقبل مني، وأن يزيد: اللهم عني وعن أهل بيتي، اللهم عني وعن أهل بيتي، اللهم عني وعن أهل بيتي. نعم. هذا كله مما يستحب. ويضع رجله على صحافهما، يضع رجله على صحافهما. قبل هذا نقول الأولى، طيب، يعني أنه يثبتها برجله فيستقبل بها القبلة كما سيأتي، وطريقة ذلك أن يضجعها على جانبها الأيسر، يستقبل بها القبلة ويثبتها برجله اليمنى على صفحة عنقها الأيمن، يثبتها ثم يمسك برأسها ويباشر ذبحها، ويباشر ذبحها. فقال هنا: ويضع رجله على صحافهما، هذا صفة الذبح. وفي لفظ: ذبحهما بيده، يدل على أن السنة أن يتولى صاحب الأضحية الذبح، أن يتولى صاحب الأضحية الذبح، هو يذبح بنفسه، فهذا هو الأفضل بلا نزاع اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إن كان لا يحسن أو فيه نوع تردد أو كان هناك مانع فلا بأس أن يتولى الذبح غيره، أن يتولى ذبح الأضحية غيره، لكن ليحضر الذبح، يحضر الذبح، يعني إذا وكل غيره لذبحها فيكون هو حاضر، يكون هو حاضر، كما جاء في بعض الآثار أنه كان النسوة يؤمر بأن يحضرن ذبح الأضحية، يعني قد يتولى ذبحها لهن يعني غير المرأة فتحضر أضحيتها، مع العلم أن تولي المرأة للذبح جائز على الصحيح من أقوال العلماء. إذن قال: ويضع رجله على صحافهما، وفي لفظ: ذبحهما بيده، وفي لفظ: سمينين، كما ذكرنا يستحسن، يستحب استسمانهما، وثمينين أي غلاء الثمن،
وفي لفظ بسم الله والله أكبر هذا ما يقول عليها. وما يستفاد من حديث عائشة أيضا صفة الكبش الذي يذبح، كبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأذي به ليضحي به، فقال لها يا عائشة هلم المدية، هذا يدل على أنها حضرت أضحيتها. فالسنة أن يحضر، أن يتولى صاحب الأضحية الذبح، وأن يحضر أهله أيضا معه، وأن يكون معه فيحضرون ذبيحتهم. نعم. قال ثم قال اشحذيها بحجر، وهذا فيه أيضا من سنن الذبح أن تحد الشفرة التي يذبح بها حتى يريحها وحتى يحسن ذبحها. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان لكل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فيعني أول ضربة يقطع الأوداج ويريح الذبيحة وينتهي أمرها. ثم قال اشحذيها بحجر. الآن الغرب يقولون الذبح تعذيب للحيوان، الذبح تعذيب للحيوان، فكيف إذا تساق روحه؟ بماذا؟ يكتب بالرصاص، الصعق الكهربائي، الضرب بمطرقة، فأيهم أيسر؟ علما أن هذه الثلاث لا تجعل ولا تسهل وتيسر خروج الدم، بل يتكبد ويتخثر الدم داخل الحيوان الأنعام، وهذا يسبب أمراضا، هذا أولا. ثانيا هذه الأمور الثلاث قد لا يقع معها إزهاق الروح فورا، كالضرب بمطرقته، يعني يتركون الحيوان يمشي فيه لوقت ضيق، وإذا وصل إلى مكان تخرج مطرقتان إحداهما اليمين وأخرى اليسار فتضربه بقوة يسقط، هذا بالمطرقة أو بالصعق الكهربائي، قد لا يفقد الحياة يبقى يعني يتخبط، أو بالرصاص، هذا غير ليس فيه الإحسان في الذبح، بل الذبح هو الذي فيه الإحسان والإراحة له. اشحذيها ففعل، ثم أخذها وأخذه فأضجعه ثم ذبحه. ثم قال يعني قبل الذبح بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي رواية لما قال بسم الله الله أكبر اللهم منك ولك، أو قال هذا منك وولك، فهذا مما يشرع. قوله اللهم تقبل محمد وآل محمد، يعني الرجل تجزئه الأضحية عن نفسه وأهله، عن نفسه وأهله تجزئ، وإن ذبح أكثر فهذا يشرع أيضا يشرع. وقوله عن وعن أمة محمد وأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وآل محمد ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هل يجوز ذبح الأضحية عن الميت؟ مسألة يذكرها أهل العلم. فمن العلماء من يرى الجواز ومنهم من يرى المنع، والأمر في ذلك على ثلاثة أحوال. الحال الأول أن يوصي الرجل قبل أن يموت بأن تذبح عنه الأضحية، يوصي، فإن كان ثمن الأضحية دون الثلث وجب إنفاذ الوصية، وجب إنفاذ الوصية. الثاني أن لا يوصي فيذبح الشخص عن نفسه وأهل بيته ويدخل الميت في النية، هذا جائز. الثالث أن يشتري الأضحية ويذبحها على اسم الميت خالصا،
هذا يقول أهل العلم لم ينقل عن السلف، لم ينقل أنهم كانوا يفعلونه، ولا كان معروفا زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. ولذلك فإذا أراد أن يفعل فإما أن يدخله في النية أو أن يتصدق عن الميت بذلك الثمن. ولهذا تختلف هنا المسألة بين حالين: الأفضل أن تضحي لا أن تتصدق بالثمن في حقك، وأما على الميت فإنك تتصدق بالثمن ولا تضحي عنه بانفراده. نعم. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم هذا عني عن محمد وآل محمد، هذا دليل على أن الأضحية الواحدة تجزئ عن الرجل وأهل بيته، فهم يشاركونه في الأجر والثواب. وقد قال أبو أيوب رضي الله عنه وأرضاه: كان الرجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون أو يطعمون، فيأكلون ويطعمون أو قال يطعمون. هذه جملة من الفوائد التي تتعلق بأول حديث أو حديث أول حديثين في هذا الباب، وقد أخذنا منهما جملة من الفوائد: مشروعية الأضحية ودليلها من السنة الفعلية، وأن الأفضل استثمار واستحسان الأضحية، وأفضلها أن تكون كبشا أملح في بياض أكثره بياض ويخالطه سواد حول عينيه وقوائمه وبطنه، وأن يكون أقرا، وكذلك أن يستحسنه استسمانا وغلاء في الثمن، وأن يقول بسم الله الله أكبر عند الذبح، وله أن يقول اللهم تقبل مني واللهم منك ولك، اللهم عني وعن آل بيتي، أو يذخل من الأموات من يشركه في الأجر والثواب، وأن يشحد آلة الذبح من بعيدة عن الضحية وعن الأضحية حتى يحسن ذبحها ويريحها، وأن يضجعها على جانبها الأيسر ويضع قدمه اليمنى على جانبها الأيمن ويذبحها. والأضحية عن الميت إن كانت وصية منه نفذت، أو إن كان يشرك مع صاحب الأضحية في الأجر جازت، وأما استقلالا فلا يشرع بل يتصدق بثمنها. وأن الأضحية الواحدة تجزئ عن الرجل وأهل بيته، وإن كان لهم سعة فلهم أن يضحوا بعدد أهل البيت، بعدد أهل البيت. يعني إذا كان الرجل له قدرة فيشتري هو زوجته لها مال تشتري أضحية، وأولاده لهم مال وإن كانوا شبابا غير متزوجين هذا يشتري أضحية، فإذا كان في البيت زوج وزوجة وأربعة أولاد وكلهم صاحب مال، هذا أضحية ولا أضحية ولا هذا يشرع، لأن التقرب إلى الله بالذبائح من أعظم القربات. فأعظم القربات العملية الصلاة، ومن أعظم القربات المالية الذبح، ولهذا جمع الله بينهما. وين؟ في أعظم شيء أعطاه للنبي صلى الله عليه وسلم ممتن عليه، فقال: إنا أعطيناك الكوثر. والكوثر مأخوذ من الكثرة، عندك الواو زائدة كاف ثاء، أصل الكلمة الكاف والثاء والراء، كثرة كثرة الشيء. فالكوثر إشارة إلى كثرة الخير، حوض أعطيه صلى الله عليه وسلم. فمن تمام شكرك لكثرة الخير والنعيم الذي خصك الله به صل وانحر. فالصلاة أعظم الأعمال البدنية، والنحر أعظم الأعمال
المالية كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا. ومما يدل على ذلك أمر الله الكوني، أي شيء يذبح بكثرة في دنيا الناس، الغنم ولا غيره؟ الغنم، ولم ينفذ ولا ينقطع، بل في كثرة، بل في كثرة. وكذلك البقر والإبل، يعني هذا مما يدل أو يستأنس به ذكرا في كون الذبائح والتقرب إلى الله جل وعلا بالذبح من العبادات العظيمة. فما يجد الإنسان المؤمن في نفسه من ذوق لحلاوة الإيمان في أداء الصلاة وفي تقربه إلى الله بالذبح، هذه حالة عظيمة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذن الحديث الأول أعيده ليحفظه الطلبة، وعندكم بلوغ المرام، وقد سبق معنا أن حفظنا هذا المتن مع الطلاب، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين، أو كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، يسمي ويكبر، يضع رجله على صحافهما، وفي رواية ذبحهما بيده، متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ سمينين، ولأبي عوانة يعني في بعض النسخ ثمينين من غلاء الثمن، وفي لفظ لمسلم يقول بسم الله الله أكبر. حديث عائشة أنها أمر بكبشين، بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرق في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال لها يا عائشة هلمي المدية، ثم قال اشحديها بحشر، ففعلت، ثم أخذها وأخذها فرجعه، ثم ذبحه، ثم قال بسم الله الله أكبر، الله بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال الحديث الثاني، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ما الأفضل، التضحية بكبش كبير غالي ثمن سمين، أو بكباش متوسطة الثمن ومتوسطة السمن؟ في الأضاحي يراعى السمن وغلاء الثمن في الأضاحي، فكبش سمين عظيم أقرن أفحل أملح غالي الثمن أفضل من كبشين دونه. وفي العقيقة يراعى العدد، يراعى العدد على الصحيح، كبشين للذكر وكبش للأنثى، والله أعلم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، رواه أحمد وابن ماجة وصححه الحاكم، ورجح الأئمة غيره، أي غير الحاكم، وقفه. هذا الحديث حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة. ماذا يقول هذا الحديث الذي روى أحمد في المسند وابن ماجه في السنن والحاكم في المستدرك وغيره؟ رواة الحديث الذين رووا الحديث بعضهم لما وصل إلى أبي هريرة قال أبو هريرة من وجد ساعة، من كان له ساعة ولم يضحي، وبعضهم قال قال أبو هريرة قال رسول الله، فالأول موقوف والثاني مرفوع. ما هو المرفوع؟ المرفوع
هو الخبر الذي أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم، وما أضيف للنبي المرفوع. وأما الموقوف فهو المضاف إلى الصحابي، وما أضيف للصحابي من قول وفعل فهو موقوف زكي، فالموقوف المضاف. وبالتالي السند إذا انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو المتن إذا كان من قول النبي عليه الصلاة والسلام فهذا مرفوع، وإذا كان من قول الصحابي فهذا موقوف. فهنا الرواة رووا الحديث، فبعضهم انتهى إلى أبي هريرة وقال قال أبو هريرة كذا، وبعضهم قال قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأين الصحيح؟ من هو المصيب؟ من المصيب؟ هل الذين قالوا قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال أبو هريرة كذا؟ فأئمة الحديث اختلفوا. فالحاكم، الإمام الحاكم أبو عبد الله محمد ابن عبد الله مشهور بابن البيا، من أئمة الحديث، المتوفى سنة 500، هذا إمام من أئمة المسلمين، من أئمة الحديث، يسر الله تعالى لأمة مثله في الدفاع عن السنة. فهو في زمنه أراد بعض من يريد أن يطعن في الإسلام أن يضيق من السنة، فقالوا لا توجد أحاديث صحيحة إلا ما في البخاري ومسلم، إنكارا للسنة. والبخاري لم يقل الصحيح فقط ما عندي، ومسلم لم يقل الصحيح فقط ما عندي، وإنما البخاري اختار أن يخرج أصح ما عنده، وكذلك مسلم. وإلا أحاديث يرويها البخاري غير الصحيح كثيرة كثيرة. فظهرت طائفة تقول لا يوجد من الأحاديث الصحيحة إلا ما في البخاري ومسلم، فالحاكم عمد للرد عليها، فماذا كتب؟ كتب كتابا يذكر فيه أحاديث تصح غير ما في الصحيحين، فجمع كتاب المستدرك، سماه المستدرك، المستدرك على الصحيحين، وذكر في المقدمة كلام هؤلاء، قال وأنا الآن أعمد إلى إخراج أحاديث مثل التي عند البخاري ومسلم. فصار يذكر أحاديث بإسناده، وهو يصل إلى البخاري إلى طبقة البخاري براوٍ أو راويين، الحاكم يصل إلى البخاري أحياناً براوٍ وأحياناً راويين، لأنه يعني توفي سنة 500، والبخاري سنة 56 و200، يعني بينهما كم؟ 150 سنة، تقل بسنتين، يعني 148. فيصل الحاكم إلى البخاري برجل أو برجلين في الغالب، فذكر أحاديث بإسناده، وإذا ذكر الحديث يقول هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم، أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم، ولم يخرجه أو لم يخرجه أو كذا. هذا طيب، هذا الكتاب تقويمه من الناحية الحديثية تكلم عليه العلماء، ليس هذا محل ذكره، لكن هو المقصود من هو الحاكم، وهذا وله كتب أخرى كثيرة رحمه الله. فهو تصدى للرد على طائفة تريد أن تطعن في السنة، كما توجد طائفة الآن تريد الطعن في السنة، والحمد لله قيض الله لهذه الأمة الكثير من علمائها وطلابها والمشايخ في الرد على هؤلاء الطاعنين في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاكم قال صحيح مرفوعا يصح، غير الحاكم قالوا الصحيح هو الوقف،
ولهذا ابن حجر قال رجاله ثقات، ولكن اختلف في رفعه ووقفه، والموقوف أشبه بالصواب، وهذا ما قاله الطحاوي وغيره، مع أن الذين رفعوه ثقات. فاختلف أهل العلم في هذا هل هو مرفوع أو موقوف، فطائفة رجحوا الرفع وطائفة رجحوا الوقف، قال وهو أشبه بالصواب. وهذا الحديث بلفظه له بعض الشواهد ولكن فيها ضعف شديد. نعم. وعلى فرض أنه موقوف، فإن مثل هذا يعني يبعد جدا أن يكون مما يقال بالرأي، فليس الأمر أن يقول أبو هريرة الذي عنده مال يقدر يضحي وما يضحيش ما كان له يجي المسجد يصلي العيد، لا يعني يجرؤ أبو هريرة رضي الله عنه أن يقول هذا بمجرد رأيه، فيظهر أنه مما استفاده من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الإلزام بالأضحية، فلا يقربن مصلانا. قوله من كانت له ساعة بفتح السين والعين فتحتين، الساعة الاتساع، والجدة، الجدة الجدة هي الغنى، لي الواجد، قال لي الواجد، وفي رواية مطل الغني، فالواجد الذي يجد المال اللي هو الغني، فالجدة والاتساع والطاقة ها في معنى الساعة يعني عنده مال. فلا يقربن مصلانا موضع الصلاة، يعني مقصود مصلى العيد، مقصود مصلى العيد. هذا الحديث يستدل به العلماء على وجوب الأضحية، على وجوب الأضحية مع القدرة والساعة، مع القدرة والساعة. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء، فالجمهور وهو قول الشافعية والحنابلة، وكذلك مما اشتهر عند مالك، أن الأضحية سنة مؤكدة على كل قادر عليها من المسلمين. ويرى الإمام مالك أنه ليس للمسلم القادر على أن يضحي أن يترك الأضحية، ليس له ذلك، فيعني قوله قريب من الوجوب. ولهذا تجدون عندنا في الجزائر المشهور، في المغرب المشهور مذهب مالك، وتجدون غالب الناس يجتهد في أن ماذا؟ في أن يضحي، لانتشار هذا المذهب في هذه الربوع، وكون الناس يعني هذا القول هو المشتهر عنده. فعند مالك قول بالوجوب وقول أنها لا تجب على الحجاج لأنه يجب عليهم الهدي فقط. ونعم. وذهب أبو حنيفة إلى وجوبها، إلى وجوبها، وهو قول أيضا ينقل عن مالك رحمه الله تعالى، رحمه الله تعالى. وأدلة الوجوب منها هذا الحديث، من وجد ساعة، من كان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، لكن قاله موقوف ليس مرفوعا. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على أهل كل بيت في كل عام ماذا؟ أضحية وعتيرة. وهذا حديث مخنف ابن سليم أو سليم، وكذلك من العلماء من تكلم فيه وضعفه، وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل وقال يا رسول الله ذبحت قبل الصلاة، قال اذبح مكانها أخرى، فأمره بالذبح. فقال بعض العلماء هذا يدل على الوجوب، لكن الجمهور يجيبون، قالوا هذا لما ضحى
تعين في حقه الوجوب. لذلك أنت يقول الجمهور أنت قبل أن تشتري الأضحية في حقك سنة مؤكدة، لكن إذا اشتريت عينت واشتريت ونويتها أضحية صارت واجبة، فلا يجوز لك أن تقول لا أضحي ما دام هي سنة مؤكدة لا أضحي. لا، هي سنة مؤكدة عند الجمهور، سنة مؤكدة قبل التعيين. أما إذا اشتريت وعينت ونويتها أضحية تعين، فلا يجوز بيعها ولا إهداؤها أو التصدق بها أو تغييرها إلا بأفضل بمثلها أو أفضل منها أو إلا بأفضل منها. فقالوا هنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لخال البراء أبو بردة بن نيار اذبح مكانها أخرى، قال لأنه هو اشترى أضحية وعينها أضحية فلزمت في تعينت في حقه فأتلفها، هو الذي أتلفها لأنه ذبحها قبل الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم ما يشت أضحية، شات لحم اذبح مكانه. فأجابوا عن هذا. وكذلك قيل بالوجوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها منذ أن شرعت صلاة الأضحى العام الثاني الهجري، والنبي صلى الله عليه وسلم يضحي، حتى أنه جاء في رواية لما حج أنه أدخل على زوجاته بلحم فقالوا ما هذا؟ قالوا لحم بقر ذبحه النبي صلى الله عليه وسلم أو ضحى به النبي صلى الله عليه وسلم على أهل بيته. وإن كان هنا اختلفوا قالوا هذه ليست أضحية بل هي من الهدي هدي الحج. فإذا هذا دليل آخر كون النبي عليه الصلاة والسلام لم يتركها دل على وجوبها. والجمهور يقولون جاء في حديث أنها ثلاث من السنن ومنها هذا الأضحية، وأن الأضحية واجبة في حقي سنة في حق أمتي، لكن هذه الحديث حديث ضعيفة لا تقوى على الاستدلال بها، كحديث ثلاث هي علي فرائض ولكم تطوع النحر والوتر وركعتا الفجر، حديث ابن عباس عند الدارقطني والحاكم، وهي حديث لا تثبت فيها ضعف. قالوا أيضا الصحابة جمهورهم لا أحد يقول بالوجوب، فقالوا هي سنة مؤكدة لأنه لا أحد من الصحابة يقول بها، وكان أبو بكر يترك الأضحية وكان عمر يترك الأضحية، ولربما جاء عن بعض الصحابة أنه يذبح دجاجة خشية أن يرى الناس وجوبها، لكن بعض العلماء أجاب أن المقصود خشية أن يبالغ الناس فيكلفوا أنفسهم ما لا يطيقون كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. فالأضحية واجبة في حق القادر الذي يجد سعة، هذا الأقرب في المسألة والعلم عند الله تعالى. في تنبيه حديث الأول حديث عائشة عند مسلم، يعني في بعض نسخ بلوغ المرام فأتي به ليضحي به ثم قال اشهديها بحجر وليس فيها هلمي البدية، هذا في نسخ بلوغ المرام لكن في صحيح مسلم موجود. نعم. قال وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. متفق عليه. متفق عليه. شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت، يعني نظر فإذا بأغنام مذبوحة، فقال من ذبح قبل الصلاة
فليذبح شاة مكانه، لأنه ذبح قبل الوقت. ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. هذا يدل على أن الأضحية لها وقت محدد، الأضحية لها وقت محدد، لها ماذا؟ وقت محدد، وقت شرعي محدد لا تصح بغير هذا الوقت. الحديث يدل على أن الابتداء لوقت الأضحية بعد صلاة الأضحى، بعد صلاة الأضحى ولو قبل الخطبة، ولو قبل الخطبة، وأن الذبح قبل انتهاء الصلاة لا يجزئ، بمعنى أن الذبيحة ليست أضحية وإنما هي لحم شاة. ولهذا جاء في حديث آخر، حديث البراء بن عازب، أن خاله أبو بردة بن نيار قال: يا رسول الله، أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن اليوم يوم لحم، وأردت أن يكون أول ما يأكل أهلي من لحم الأضحية، فذبحت قبل الصلاة، أفتجزئ عني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، شاتك شاة لحم، اذبح مكانها أخرى، اذبح مكانها أخرى. فالحديث يدل على أن الأضحية لها وقت شرعي، وهذا الذي يجب أن ينتبه له الإنسان في الأحكام الشرعية. العبادات لها توقيتات شرعية يجب أن نلتزم بها. الظهر له وقت الزوال، فما يمكن أنك تصلي الظهر على الساعة 11. الوقت الفجر بطلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فما تجيش تصلي أنت الفجر على 9 والعاشرة أو متى استيقظت، بل لا بد أن تجعل وقت الصلاة في الوقت الشرعي. وقل مثل هذا في العصر والمغرب والعشاء، قال جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وهكذا سائر العبادات، فلا بد أن ننتبه لهذا. فالحديث يدل على أن الأضحية عبادة شرعية ولها وقت شرعي. ما هو زمن ذبحها؟ أولا، عندنا الزمن الشرعي لها أيامها وبدايتها ونهايتها ووقتها. أما الأيام فعند جمهور العلماء 4 أيام: يوم الأضحى ويوم بعده والثاني والثالث، يعني يوم الأضحى وثلاث أيام التشريق، يوم الأضحى وثلاث أيام التشريق، هذه كلها أيام الذبح. واختار مالك رحمه الله يوم الأضحى ويومين بعده، ويومين بعده لظاهر الآية: ليذكر اسم الله على ما رزقهم، ليذكر اسم الله ثم على ما رزقهم بهيمة الأنعام، ثم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتيه من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. فالأيام أقلها 3: يوم الأضحى ويومين بعدها. الجمهور على خلاف ذلك، وهو الصحيح، يعني لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: أيام التشريق أيام أكل وشرب، وأيام التشريق هي 3 أيام بعد عيد الأضحى، 3 أيام بعد عيد الأضحى. فصارت إذا أيام تشريق 4، أو أيام ذبح عفوا 4. متى يبدأ ومتى ينتهي وما الوقت؟ الوقت طيلة اليوم ولو ليلا في قول الجمهور، وعند مالك لا يجزئ الذبح ليلا لظاهر الآية: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. فقال اليوم يطلق على النهار لا على الليل، والجمهور أخذوا اليوم على إطلاقه، فقال يدخل في ذلك النهار والليل، ويظهر هذا أقوى. متى يبدأ
ومتى ينتهي؟ يبدأ الذبح عند جمهور العلماء بعد صلاة الإمام، ولو قبل الخطبة، ولو قبل الخطبة. واختار مالك أن الذبح يبدأ بعد ذبح الإمام، بعد ماذا؟ ذبح الإمام. وهذا كله في حال ماذا؟ في حال المكان الذي يوجد فيه من يصلي العيد والإمام يصلي بالناس العيد والذبح، لا الأماكن البعيدة عن المدن والقرى حيث لا يوجد من يصلي صلاة العيد جماعة وإمام يصلي بهم جماعة. فإذا الجمهور قالوا صلاة الذبح يبدأ بعد صلاة عيد الأضحى مباشرة ولو قبل الخطبة، بدليل هذا الحديث وحديث البراء وغيره من الأحاديث وذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى أن الذبح يبدأ بعد ذبح الإمام لحديث جابر رواه الإمام مسلم، وفيه أن من ذبح قبل أن يذبح الإمام فليذبح مكانها أخرى. هذا الحديث في صحيح مسلم، ولعل تتمت المسألة نتركها ليوم غد إن شاء الله تعالى. يقول السائل: ما هو حكم صيام عشر ذي الحجة؟ قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله، وفي رواية خير، وفي رواية أفضل عند الله من العمل في هذه. قال الراوي: يعني العشر، وجاء في روايات في عشر ذي الحجة إلى آخر الحديث. فقوله صلى الله عليه وسلم العمل الصالح، هذا لفظ عام فيشمل كل عمل صالح. بعض اختيارات الفقهاء يقول المقصود به الذكر، والصحابة كانوا يخرجون إلى الأسواق ويذكرون الله جل وعلا، فنقول هذا يشمل الذكر وغيره. ولذلك أيضا من باب التنبيه، يوما من يوم غد، إذا كان غدا أول الحجة أو بعد غد يعني الجمعة، فإنه يشرع الذكر والجهر به في مكانك وفي سوقك وفي عملك، يعني لظاهر الآية ولفعل الصحابة الكرام. ويتأكد التكبير من فجر يوم عرفة إلى بعد عصر آخر أيام التشريق، يعني فجر عرفة ويوم عرفة كله ويوم الأضحى واليوم الأول ويوم بعد الأضحى والثاني والثالث، فهي خمسة أيام من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. هنا يتأكد التكبير سواء بعد صلوات الفريضة أو قبلها أو صلوات النافلة أو في طريقك وعملك وسوقك، فإنه يتأكد ذلك ويجهر به، وترفع هذه الشعائر الدينية مما ينبغي أن يحرص عليه المسلم، ولا يخجل أو تدخله حشمة في أن يفعل ذلك، فإن هذا من رفع ذكر الله تبارك وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الله أكبر الله أكبر.